السلام عليكم، مرحبا بكم الناس كل. فيديو جديد على قناة المعلم للصيانة. اليوم موضوع حلقتنا ريجيلاتور، نحكيو معلومات مهمة على الريجيلاتور متاع السكوتيرات. التيست متاع الريجيلاتور سهل وبسيط، يتكون من زوز خطوات. الخطوة الأولى نستوي البوبيناج، البوبيناج يعطينا تيار متردد انترناتيف يوصل حتى 60 فولت. الخطوة الثانية نستوي الريجيلاتور، الريجيلاتور تعدل الكوران تعطينا 12 فولت تيار مستمر. بيه كيفاش نستوي الريجيلاتور، كمل الفيديو للآخر، وكانك ماكش مشترك ابوني لشين يوتيوب، وما تنساوش ضريبة اللايك، خل نوصلوا 10,000 لايك. اول حاجة نتستيو البوبيناج، نتستيو معناه الخيوط اللي لونتري اللي دخلوا الكوران للريجيلاتور يبدأوا جايين من البوبيناج. هذوما عندنا الخيط الاصفر هذا في شلطة حمراء، هذا جاي من البوبيناج، وعندنا الخيط هذا الابيض، هذوما لونتري، هذا فيش الريجيلاتور. ما يهمش معناه فيهمش بليس وموا، على خاطر التيار متردد اصفر في شلطه حمراء. نجربوه مع الماس، نجربوه مع الخيط الاكحل هذا، الاكحل هذا الماس، فهمت؟ فما نوعيه اخرى معناها موتورات اخرين تلقاهم يقدحوا في بعضهم كهو، هذوما يقدحوا مع الماس، معناها مع الماس يعطيني فولتيه زاده كيما تشوفوا هكا 20 فولت 29، هذا يعطيني فولتيه قويه توصل 40 50 فولت. معناها مانيتا فون لو كان اكسيليري انا توقعت كيما تشوفوا نرزلها بشويه توصل ل 20 فولت. توي كان تستيو الخيط الابيض مع الماس، نحطو تيستور واحد في الابيض والاخر في الماس، ما يهمش كيما قلت لكم ما فيهمش بلوس وموا، معناها تحط كيف كي التيستور معناها كي تقلب عادي، فهمت؟ هاكا 14 فولت نكسيليري كيما تشوفوا توصل حتى 30 فولت، كان اكسيليري ما اكثر ما توصل 60 50 فولت، معناها فولتيه قويه ما تخدمنيش. لو كان نركب الضوء تويكا معناها يتحرق بالوقت، ولهنا يجي دور الريجيلاتور. باهر نتستيو تويكا الريجيلاتور نتاع الموتور، نحطو خيط في السورتي، هذا نركبو الفيشه في الريجيلاتور، نحطو خيط في السورتي لونه احمر، الخيط الاحمر والماس، الماس لونه اكحل، نحطو معناها بعد ما تستينا البوبيناج تويكا باش نتستيو السورتي نتاع الريجيلاتور. كيما تشوفوا ما يعطينا حتى قراءة 0.001 فولت، معناها الريجيلاتور هذا محروق ماش قاعدة تخرج في الكوران، وهذاك علاش الموتور ما فيهش كوران. هانا خذينا لها كعبة، هذايا كعبة مش دوريجين شنوا ام بي، دوريجين ما عاش يقدر عليه حد، مش نركبوها نتستيوها فماش ما تصادف. باش نعملولو تويكا نركبو كالعادة في الخيط الأحمر والأكحل، السورتي الخيط الأحمر هذايا والخيط الأكحل، ونجربو كيما تشوفو هاكا جوها بيه تعطينا 7 فولت 8. كينكسيليري معناها الماكس نتاعها 12 فولت، ريتها كيفاه ما تفوتش 12 فولت، معناها ريجيلاتور تمشي جوها بيه هاكا، مهما نكسيليري ديما معناها قاعدة تتراوح ما بين ال 11 فولت و 12 فولت، ما بين ال 11 و ال 12 ما تفوتش. الموتور هذايا كيما تشوفوا مولاي خذالها معناها فيروجة، خذالها الليد هذايا بحكم انو الموتور ما فيهش كريناج، ما باش نركبولها هذايا الضو الاول، وعندنا الفيروجة هذايا زادا باش نركبوها. خلينا نتستيو تويكا الليد نتاعنا، نحطو البليس هذايا الخيط الاحمر، نحطوها في لا محمد رسول الله، نحطوه في الخيط الاحمر نتاع الريجيلاتور، ردوا بالنا ما نركبوش في الانترناتيف تتحرق بالوقت. الخيط هذايا الاحمر ركبوه في البليس، والاكحل ركبوه في الموا، كيما تشوفوا هاكا تذوي جوها باهي، جو احلى جو كيما تشوفوا هاكا ذو نكسيليري، مهما نكسيليري معناها ما تتحرقش. علاش؟ خاطر عندي الريجيلاتور قاعد يعدل في الضوء يخليه 12 فولت ما يفوتش، معناها حتى من غير باتري من غير حتى شيء تخدم جوها به. هذا هو فيديونا اليوم، معناها كيفاش نلقاو البروبليم، كيفاش نعرف المشكله من الريجيلاتور. كيما وريتكم معناها تستيو البوبيناج، اذا كان عندنا البوبيناج يمشي، ومن بعديك تستينا السورتين تاع الريجيلاتور ما عطاتنيش كوران، معناها المشكله يبدا من الريجيلاتور من غير ما نبقوا نتفلسفوا.
ناخذوا له كعبه حتى مش دور يجين ونركبه. نوريكم ديما نوريكم معناها الطريقه، اسهل طريقه باش تعمل التيست نتاعك وجوك احلى جو. هكا الضو يمشي، الضو الاول يمشي جو باهي، الضو الاول معناها كيما تشوفوا ضو قوي، فهمتني؟ ليد هذايا قوية. وعندنا الضو التالاني كيف كيف يمر جو باهي. ياك هو شن نزيد له خي، هذاك هو المطلوب. ما تنساوش باش تعملوا لنا برشا لايكات، خلينا نوصلوا 10000 لايك كان عجبكم الفيديو، واشتركوا في قناة المعلم للصيانة، أقوى معلم في الدنيا. وإلى اللقاء، نتقابلوا في فيديو.